رانا نتابع بفارغ الصبر في هذه المحاكمة اليوم، المحاكمة تاع سيدي محمد اليوم اللي يتابعها كل العالم وخاصة 48 ولاية ب 48 ولاية بالوطن. إن شاء الله نتمنى هذه الظروف تفوت في ظروف جيدة، لأن الأمور مش مواتية باه تود محاكمة حتى ينتهي هذا المسلسل اللي راه منذ 3 أشهر هذا المسلسل يتمشى. إن شاء الله نتمنى اللي دار شي حاجة يخلص، خاصة هذه أموال الشعب. شوفوا اليوم ككل جزائريين كل العقارب راها موجهة ومضبوطة صوب محكمة سيدي محمد في من أجل متابعة المحاكمة الشهيرة لأول مرة، يعني محاكمة بهذا الآخر. نتمنى فقط، أنا نشوفوا بعض الفوضى بعض المناوشات إلى آخره، نتمنى فقط أن المحاكمة تجوز في ظروف يعني مليحة في ظروف هادئة. احنا نتمنى في هذه المحاكمة الشعب الجزائري يأخذ حقه من هذه الرؤوس الفساد الذين طالوا فسادا في هذه البلاد وكانوا سببا في دخول الجزائر في أزمة اقتصادية وأزمة مالية. نشاهد حصريا النقل المباشر لجلسة محاكمة العصابة، كما نتمنى ما قامت به السلطات لإتاحة الإعلام لمواكبة هذا الحدث الهام في حياة المواطن الجزائري الذي ينتظر بفارغ الصبر ما ستنتجه هذه المحاكمة.